أثابكم الله. في آخر أسئلتهما تقولان: ما حكم تنظيف الأنف بالنتف الذي يكون على ظهر الأنف شيء من الشعرات؟ هذا يسمونه بالحف، إزالة شعر الوجه سواء كان على الأنف أو في الخدين، هذا يسمونه بالحف، والعلماء مختلفون فيه، فمنهم من يدخله في النمص المنهي عنه المتوعد عليه باللعنة، ومن العلماء من يقول ليس هذا من النمص ولا بأس به عند الحاجة، إذا كان مشوها للوجه فلا بأس أن تزيله، أما إذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فإنه يترك خروجا من الخلاف واحتياطا للذمة. نعم.